في احتفالية أكتوبرية حاشدة تجلت فيها روح النضال وإرادة التغيير، أحيت محافظة المهرة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر، حيث عبر أبناء المحافظة عن ارتباطهم العميق بجذورهم التاريخية والثقافية مع بقية محافظات الجنوب، مؤكدين أصالة هويتهم الجنوبية. لعب أبناء المهرة دورا بطوليا في ثورة 14 من أكتوبر، حيث أظهروا شجاعة وإصرارا في مواجهتهم للاستعمار البريطاني، وكانوا في مقدمة الصفوف يدافعون عن حرية الوطن وكرامته، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق الاستقلال. واليوم تستمر المهرة في تأكيد دعمها للمجلس الانتقالي برئاسة الرئيس الزبيدي، معبرة عن رفضها لبقاء فلول قوات الاحتلال، مطالبة برحيل هذه القوات الشمالية الموالية للحوثي واستبدالها بقوات النخبة المهرية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أبناء المهرة على ارتباطهم التاريخي والثقافي بالجنوب، فإنهم يرفضون أي تدخلات إقليمية أو دولية تسعى لفرض مشاريع لا تعكس الإرادة الجنوبية، محذرين من السياسات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية أو طمس هوية المحافظة الجنوبية. في هذه الذكرى الأكتوبرية المجيدة يستعيد أبناء المهرة العزيمة التي لا تعرف الاستسلام، ويعملون على توحيد صفوفهم لمواجهة التحديات التي تعصف بالمهرة وجنوبهم الحبيب، ليظلوا دائما حماة لوطنهم وأحرارا في خياراتهم.